استاذ عبد الحميد. فندم انت سبت الحفله مع الضيوف ومشيت مش كده؟ مظبوط يا فندم. المرحوم امبارح كانت حالته ايه؟ يعني كان متوتر متضايق جاله مكالمه تليفون ازعجته؟ خالص يا فندم، بالعكس تماما، دي كانت ليله لطيفه جدا، وزي ما قلت لحضرتك معالي الوزير شفيق الجمل كان موجود معانا وشهد على عقد الجواز. بس هو في حاجه لازم حضرتك تعرفها، مراد بيه امبارح الصبح اتنازل عن شركته ال داليا هانا. يا مصيبتي السودا، الحقيني بايه فردوس، اكيد هي اللي قتلته بعد ما اتجوزها عشان تاخد كل حاجه. مش معقول يا هانم اللي حضرتك بتقوليه ده. انت تخرس خالص، ما اسمعش صوتك، انت كنت عارف كل حاجه بينهم، امال هي هربت ليه؟ سابت الفيلا ليه؟ حضرتك انا لما طلعت لهم امبارح عشان اقول لهم ان مدام ليلى تحت، هي ساعتها كانت لابسه بورنوس، انا مش عارفه هي غيرت هدومها امتى ولا طلعت حتى من انهي حته. انا خلصت من حد ايه؟ ايه الاخبار يا دكتور؟ ما اعتقدش ان في شبهه جنائيه، ازمه قلبيه حاده. ده اللي واضح من خلال الكشف المبدئي والمعاينه للجثه، والتقرير المفصل هيبقى بعد التشريح. شكرا يا دكتور. بعد اذن حضرتك. حبيبي يا مستر مراد. بسرعه شويه يا ابني. يا حبيبي يا مراد. يا حبيبي يا مراد. قتلتك المجرم يا مراد. قتلتك المجرم. شفتي مختار؟ قتلته. يا حبيبي يا ابويا. بسرعه يا ابني انت وهو. الموضوع ده فيه انا. ايوه طبعا يا مرة. معقول مستر مراد يموت في نفس اليوم اللي بتنزل لها عن الشركه وكمان يتجوزها؟ انا مش مصدقه. مفيش حاجه تانية غير كده. مستر مختار بقى لله يا فندم. نعم. شد حيلك يا مختار. شكرا. استاذ عبد الحميد عايزك دقيقه بعد اذنك. خلص كده. شد حيلك يا مختار. الله يرحمك يا مربي. الله يرحمك. مختار انا نويت اوقف نشاط الشركة. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ المرحوم اتنازل عن الشركة بيع وشراء داليا. وهو مات وهي اختفت. ما هو أنا كنت جاي علشان أسألك في الشكل القانوني بتاع الموضوع ده. عاوز تعرف إيه؟ هي دلوقتي الشركة خلاص بقت بشكل رسمي بتاع داليا. طبعا. والعقود اتسجلت امبارح. بس المشكله ان ليلى اخت مراد اتهمتها بقتله. ومحدش عارف هي فين دلوقتي. يعني لو مراد طلع مات موته طبيعيه يبقى الشركه لسه بتاعت داليا. شوف يا مختار، هو الموضوع اللي حصل ده رغم انه عجيب وغريب ومحدش ينفع يصدقه، لانه قانوني 100%. بالفعل داليا دلوقتي هي الصاحبة الرسمية للشركة. أقول لك حاجة كمان، أنت عارف إن داليا من حقها إنها تورث في باقي ثروة مراد؟ لأنها أرملته. تصور، بين يوم وليلة، بين يوم وليلة الست دي بقت مالتي مليونيرة. شاكر جدا يا أستاذ عبد الحميد.
بيعيط دلوقتي قدام صورته. انا عمري ما هسامحك يا هاني انك سبته يعمل كده فيه وفينا. حميني بقى عمتي من فضلك سيبيني في حالي. يعني لو كنت منعته اني اعرف البني ادم الحقيره دي ما كانتش ضحكت عليه وكتب لها الشركه وقتلته وهربت. احنا ولاد الجرح يحصل فينا كده. كلامك متناقض جدا. هتقتله ليه؟ جوزته كتب لها الشركه. ليه تقتله؟ ليه؟ ايوه يا سامح. لا مفيش جديد. معرفش هنستنى بقى نتيجه التشريح. لا البنت ما زغدتش. معرفش يا سامح معرفش. انت هتيجي امتى؟ طيب طيب يا سامح ماشي مع السلامه. اخوك جاي امتى؟ لسه هيشوف اول تيكت هيلحقها هيجي فيها. هو الوحيد اللي يقدر يخلصنا من البلوه دي. هيعمل ايه يعني؟ هيعمل أي حاجة حافظ بيها على فلوسكم، اللي المجرمة دي قتلت مراته عشان تاخدها. قال يعمل إيه قال؟ اللي حصل ده مفيش حد يصدقه. مراد عمل تنازل عشان ترشيحه للوزارة. سوري يعني. أنا لما عبد الحميد قال لي إن التنازل اتعمل والشركة خلاص ملكيتها اتنقلت. قلنا لازم نتأكد من الشهر العقاري إن العقود اتسجلت هناك. وبعد ما اتأكدنا يعني اللي هيفرق؟ الله يرحمك يا مراد. كان أحلى إنسان عليا في الدنيا. عارفة يا داليا مراد كان بيحبك أوي. عارفة. والله جنان. حد كان يصدق إن أنتِ اللي أنا قابلتها من سنة؟ قصدك ايه؟ قصدي مين كان عارف ان انت ما بين يوم وليله هتبقي من اغنى اغنياء البلد؟ لا اغنى اغنياء ولا حاجه، انا عايزه ارجع الشركه دي لولاده. لا 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 القرار ده ما يتاخدش اصلا، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هو انت مش كنت مراته؟ والراجل مات وانت على ذمته؟ من حقك تورثيه. لا انا الفلوس ما تهمنيش. يا داليا لو سمحتي لو سمحتي. قرار زي ده تفكري فيه كويس قوي قبل ما تاخديه. طيب مبدئيا كده احنا لازم نطعن بالتزوير على العقد ده. يا سامح بيه يا سامح بيه انا كنت شاهد على توقيع العقود وبيع الشركه لداليا، والمرحوم والدك كان مصمم ان التسجيل يتم في نفس اليوم، وبما ان الطب الشرعي اثبت ان الوفاه طبيعيه خلاص اصبحت الشركه من حقها. بس الطب الشرعي قال انه خد منشط جنسي، يعني هي السبب. ده قانونا ملوش اي معنى. بابا مات وداليا على ذمته. قصدك ايه انت راخر؟ ما اقصدش حاجه بس ده اللي حصل. داليا دلوقتي ممكن بمحامي صغير تعرف تثبت بسهوله جدا ان الشركه بملكها. زي ما الاستاذ عبد الحميد قال العقود اتسجلت. شركه ايه دي اللي ملكها؟ انا مش عايز اسمع حد بيقول الكلام ده خالص. ما تتكلم يا عبد الحميد، ايه الحل؟ يا جماعه يا جماعه انتوا ناسيين ان داليا بعد الوفاه اختفت. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان انتوا مفيش قدامكم غير انكم تنتظروا لما تظهر وبعدين تتفاوضوا معاها. مش هيحصل. اللي اسمها داليا دي مش هتاخد جنيه واحد من فلوسنا. يا سامح بيه داليا متاكده وعارفه كويس ان الشركه مكتوبه باسمها صوريا، يعني ممكن جدا بعد ما تظهر تتنزل لكم عنها. هو انت مجنون يا عبد الحميد؟ انت عايز واحده جربوعه جايه من الشارع لا لها اصل ولا فصل تتنزل عن ثروه نزلت لها كده من السما عشان خاطر عيوننا؟ مفيش حل غير ان احنا نقابلها ونتفاوض معاها. لما تظهر بقى. بقالي كتير ما اكلتش كده. انا وشك. ميرسي. على فين يا بنتي كملي اكل. حبيبتي ميرسي قوي على العشاء. تسلمي يا شباب. صحة وعافية. هات هات عنك يا حبيبي. اتفضلي. اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله. معلش يا ابو سلم بقى. بقالنا كام يوم متقلين عليك ومبيتينك بره البيت. لا يا سيدي. دفتك على راسنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام قال فيما معناه
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ربنا يبارك فيك يا ابني. حبيبي يا رسول الله. طب انت ليه مش عايز تيجي تقعد معايا في شقتي؟ لا يا عم شكرا، ربنا انعم عليا من فضله بالاخوه والاحباب الكتير. والله انا ما عارفه اقول لكم ايه، انتوا كرمكم ملوش وصف. ست العفو. ماشي يا امي، انا همشي وان شاء الله اشوفك بكره على العشاء. خلاص خلي بالك على نفسك يا سالم. ربنا هو الحافظ. ربنا يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اعمل لكم الشاي. اخوك ده طيب قوي. هو الطيب وانا الشرير. بقول لك ايه، هو انا هفضل مسجونه هنا لحد امتى؟ يعني كلها كام يوم ان شاء الله، تقرير المعمل الجنائي يكون خلص ويحفظوا التحقيق ده اذا كان مراد الله يرحمه مات موتة ربنا. هو انت شاكك ان انا اللي قتلت مراد؟ اكيد لا يعني. طب وبعد ما التقرير يطلع؟ شوفي انت بقى عايزه تعملي ايه؟ والله انا شايفه ان اول حاجه لازم اعملها ارجع الشركه لاولاد مراد، تلاقيهم وصلوا مصر كمان. انت اتجننتي يا بنت انت ولا ايه؟ شركه ايه اللي ترجعيها؟ انت عارفه الشركه دي راس مالها قد ايه؟ 500 مليون جنيه، نص مليار. بس مش من حقي. هو ايه ده اللي مش من حقك؟ ولا من حق ولاده؟ انت عارفه ثروه مراد بره الشركه خالص تسوى قد ايه؟ فلوس كتير كتير قوي، الشركه دي ما تجيش ربعها اصلا، وانت عملتي حاجات كتير حلوه لمراد. اعتقد الشركه دي من حقك. وانا ينفع اعمل كده؟ انت لازم تعملي كده. مراد الله يرحمه كان أهم بني آدم في حياتي، وأنا عارفة كويس قوي قد إيه الشركة دي خدت من حياته ومن اهتمامه. عشان كده أنا بقول لكم في أول اجتماع ليا بيكو إن كل حاجة هتمشي زي ما كان مراد عايز، وكأنه عايش بالظبط. أي عقود، أي مستندات، أو حتى أي شراكة، القرار فيها هيكون زي كأن مراد موجود، وانا عايزاكم تساعدوني عشان ده يحصل. داليا هانم، في زياره ضروريه جدا لازم تحصل للبنك علشان نسجل توقيعك، لان ده اللي هيتم بيه صرف الشيكات اللي باسم الشركه. مفهوم. وامتى المفروض ده يحصل؟ ممكن يا فندم بعد الاجتماع مباشره. تمام. بعد اذن حضرتك، احنا بعد وفاه المرحوم مراد في عقود كتيره جدا لازم ناخد قرارات فيها، لان دي مرحله تانية. لا برافو، قاعده على كرسي بابا وكمان عامله اجتماع. هو انت فاكره نفسك بقيتي صاحبه الشركه دي بجد ولا ايه؟ انتوا دخلتوا هنا ازاي؟ اطلب الامن يا سعد. انت بتطلب لنا الامن يا حراميه يا واطيه؟ والله لا ارجعك الشارع اللي جيتي منه، هترجعي الشارع ده. هنا بايدي يا ليلى. بس انت ليلى انا ما يصحش ده. انت اللي ما يصحش. هو ايه ده اللي ما يصحش يا استاذ عبد الحميد؟ ابوك يا سامح بيه. ويا ترى فين مختار بيه؟ وايه رايه في اللي بيحصل هنا ده؟ الامن فين؟ امن؟ انت فاكره الخطه اللي عملتيها عشان تاخدي اخويا وتموتيه وتسرقيه هتكمل؟ ليلى والله هدخلك السجن. ليلى هانم سامح ايه؟ احنا ممكن ندخل المكتب نتكلم بهدوء. مكتب ايه؟ دول يطلعوا بره. بره؟ مين ده اللي يطلع بره؟ انت اللي تقومي تطلعي بره. قومي من على كرسي بابا. انا هترد. ليلى هانم دي شركه اخويا ومش هترد شركه مرادك. انا قومي بقول لك انا هترد على شركه مرادك. كبير عليكي قوي الكرسي ده. يلا انت اللي هتقومي بره. شركتي وهاخدها فاهمه؟ هاخدها. بس ايدك بس ايدك سيبني. انت مجنون؟ انت جننت ولا ايه؟ بس ايدك. اتفضلي. كبير عليكي قوي يا واطيه، ترجعي الشارع اللي جيتي منه. اتفضلي. طيب يا جماعه احس كده الاجتماع خلص، تقدروا تتفضلوا.
هتاخدي شاهين النهارده؟ اه خلاص هاخده، مفيش سبب بقى يمنع انه يكون بعيد عني. مدام سلوى انا مش عارفه اشكرك ازاي. انا يوم ما جبت لك شاهين اول مره لا كان معايا ورق ليه ولا كان معايا فلوس. اللي انت عملتيه معايا ده مش هنساهولك طول عمري. ربنا يقدرنا على فعل الخير. فاكره يا لبنى اليوم اللي انت جبتيه فيه؟ اه طبعا فاكره، دي كانت أصعب حاجة عملتها في حياتي. أنا مش ممكن حنسى شكلك وانت واقفة بتعيطي على باب الدار لما سلمتيني شاهين. مش هو كله بيعدي، المهم إن الواحد دايماً يدور على فرصة يعوض فيها اللي فات. طب وموضوع الدار اللي كان على بابا اللي هربكم من بلد لبلد؟ ها؟ لا ما الراجل مات. أنهي راجل؟ الراجل اللي كان عايز يقتل جوزي، وخلاص دلوقتي هيرجع لداره وبيته، والحياة اللي كانت ضايعة مننا رجعت لنا تاني. خلاص بعد كده مفيش حاجة هتخوفنا. مدام سلوى أنا مش عارفة أقولك إيه، ما كانش في مكان أمن من هنا أحط ابني فيه. هيعز عليا فراقك قوي، بس إن شاء الله من هنا ورايحة هنبقى نزورك أنا وشاهين. إن شاء الله يا حبيبتي. تنوري. يلا يا حبيبي يلا بينا. هاشم سيد الجزار عند 4 مطاعم أمرتجي، عايش ما بين العجوزة وشبرا. عناوين ال4 محلات بتوعه. مصاريف الشغلانة ما بتنطقش ليه؟ بفكر. الراجل ده بيرجع من الدهب، البدله تحت البيت. لا انا بفكر في حاجه تانية. عايز الاقي فطون راشد. لسه فاكر مراتي؟ الست الوحيده اللي حبيتها في حياتي. راشد ده مش بس ابن عمي، ده اخويا اتربى على كتافي. كل ما كنت بلف في وشي ما اشوفش غيره. احنا عايشين في بلد فيها 100 مليون بني ادم، فيها كحور ياما وشقوق ياما، ومسير الحي يتلاقى. هيتلاقوا هيتلاقوا يا ونسي. انت عارف ان انا متجوز وعندي عيله؟ معرفش عنهم حاجه بقالي 5 سنين. اللي شبهنا ما ينفعش يبصوا لورا، لو بصوا لورا يرجعوا. اهلا سياده الوزير، انا كويسه الحمد لله، ازي حضرتك؟
وبرضو عزوماتك كترت قوي الفترة دي. لا ان شاء الله طبعا هاجي. مختار؟ اه مختار هقوله طبعا اكيد اكيد هيجي. لا مش فاهمة مين الناس دي. اها اوكي ماشي. لا طبعا هاجي. اوكي شكرا على العزومة. مع السلامة سيادتك. مع السلامة. لسه ما ردتش عليك برضو؟ لا لسه. انتوا مش كنتوا مع بعض في الشركة؟ سبتها ليه؟ قالت لي عندها مشوار مهم. هي سابتني من هنا والوزير شفيق جمل كلمني من هنا عامل لنا عزومة ولازم نروح. يا رب تكون هي. اهلا يا داليا. بسم الله ما شاء الله. مين القمر اللي معاكي ده؟ ده ابني. طيب حافظه جوه. لو سمحت يا مختار. يعني كل ده كان كذب؟ بتستعبطيني؟ انا هو مراد؟ انت ايه؟ شطانه؟ على فكرة أنا عارف كل حاجة عنك. عسلية. عسلية؟ اه. مش راشد الغول البلطجي كان جوزك؟ ولا محروس سواق التاكسي بتاع اسكندرية؟ ولا طارق أبو الواد اللي نايم جوه؟ لا أنا مش فاهمة حاجة. وأنت إيه اللي سكتك كل ده؟ عشان حمار. غبي. أكتر من سنة. أنا عرفت عنك كل حاجة بعد ما عملت لك الفيش. عارفة سكت ليه؟ عشان صعبتي عليا. قلت إزاي واحدة ناسية كل حاجة في حياتها اللي فاتت نيجي إحنا نحاسبها عليها. كده ليلى كان عندها حق. أنت اللي قتلتي مراد. أنت اللي قتلتيه. لا ما خلصتش. أنا لغاية دخلتك عليا بالواد على إيدك وكان ممكن أعمل أي حاجة علشان أدافع عنك. إن شاء الله لو حياتي. على فكرة أنا مش حاسة بالذنب. ولا أقعد أعيط لك وأقول لك سامحني عشان حياتي كان كلها ظلم قبل كده. أنتِ اتجوزتي تلاتة وضحكت عليا. لو سمحت اسمعني ما تقاطعنيش. أنا البني آدم اللي واقفة قدامك دي بقالها سنين بتجري وخايفة وهربانة وكل ما الاقي مكان استخبى فيه من الشر اللي بيجري ورايا الاقي الظروف بتجبرني اني اهرب واجري تاني لغاية ما لقيت مراد وكان لازم اعمل اللي اعمله وانت على فكرة اللي ساعدتني. انت هتخرفي؟ انا ما بخرفش. يوم ما مراد خبطني بالعربية كنت هربانة من المنيا من طارق ابو ابني وبرضه بعد ما انكشفت. انا فاكره الليله دي كويس قوي. كنت انت والدكتور ومراد واقفين حواليا في المستشفى سالوني انت مين وساعتها انت سالتني وانت ناسيه اسمك ولا ايه كانك بتديني المفتاح اللي اكمل فيه بعد كده. ده اسمه جنان اللي انت بتقوليه ده. ما هو مش ده بس الجنان اللي حصل في حياتي. أنا قدامك يا مختار وأنت عارف عني كل حاجة. أنا كل اللي أنا عايزاه إني ما أهربش تاني وعايزاك تساعدني على كده. مختار أنا عارفة إنك بتحبني وأنا تعبت. أنا اللي قابلته في حياتي مفيش بني آدم يستحمل وما صدقت ألاقي فرصة أعيش فيها مع ابني بأمان. ولو انت هترفض تساعدني عايزك تديني فرصة. فرصة ليه؟ المهرب تاني.